يعني إذا تحبي تأكلي الكاشير ونشبعك كويس تاع الدجاج نشكل الشومبرا. أعطيني مفتاح نشكل الشومبرا ونشبعك. شغلة يوكل فيها من رزق باباه. يعني كاروس هي رخيصة اللي تبيع روحها بكويس تاع الدجاج ولا جناح تاع الدجاج، وهو رخيص اللي يبتز بنات الناس في حاجة. يا عبد ربي كي بلاك ربي يا سيدي، وانت قابله يا قابله، روح ديال لوطي رخص من جيبك طحان. هذوك ما تخلوش نبداو واحد يطلعوا يطرش في الهضره يا طحان. كي وليت انت رخيص وهي رخيصه وما تسواوش بصله، روحوا لوطي يا رخص سيدي، اصرف على روحك اصرف على عمرك. روح لوطي، روح مش عارف الغابه، روح وين حبيت، في الجامعه في الحي الجامعيه. اخاف ربي يا سيدي، هم يكون عاقل. هذا مسؤول الإطعام، مسؤول الماكلة في الحي الجامعي، دار كراعو في الحي الجامعي، يشوكل على بنات الناس اللي جايين من المناطق الداخلية، اللي جايين من الجلفة، من تيارت، من مسيلة، من بيض، من عين الصفرة، مساكن جايين يقراو باعثين أمه اليوم. وش راح تقرا بنتي؟ راح تدير ماستر، راح تدير ماستر. يشدها أول المطعم هذا، يعطيها كويز دجاج ويعطيها الدكتورة. هاي انا بعد بنتي تروح تجيب لي الماستر، يشدها لي واحد يوكلها كويس تاع دجاج منتن، يعطيها كويس تاع دجاج منتن ومقارون فيها الدود، ومن بعد كي يديها يعطيها دروس خصوصيه في الدكتوره.